تلفون المناشير وكبروني على دروب الحباب. بعد ما خسرنا الحرب جمعنا المجموعة القديمة دي اللي هي كلها بتحب بلدها وكلها اتظلمت، وبعضنا كان بيفكر انه يهاجر. انا من ضمن الضعفاء اللي كانوا بيفكروا يهاجروا من كتر الغيظ ده. في تنظيم عملاه اتحاد الاطباء العرب عشان يروح يشتغل مع الفدائيين في الاردن. انا جالي جه واحد اسمه جودار، ده كان مخرج فرنسي، جه وعمل معايا فيلم قبل كده وانا في جنوب الاردن، وقال لي اتكلم زي ما انت عاوز. قلت له اتكلم، انا ما اعرفش فرنساوي. قال لي عربي. فقعدت احكي له ان احنا ليه عملتوا العياده دي هنا. قلت له ان دي فيها طريق المقاتلين وهم رايحين وهم جايين عشان يساعدوا المقاتلين. قلت له لا، عشان الاهالي نفسهم يحبوهم يقوموا يساعدوا المقاتلين بتوعنا. بدأنا نكسب الناس. يعني انا عايز اقول ان احنا كان في حاجه مختلفه عن ان احنا بنقدم خدمه طبيه فقط، لا احنا بنقدم خدمه طبيه سياسيه عسكريه. 17 سبتمبر سنه 70 أعلنت حكومة عسكرية في الأردن، وحسينا إن في معركة رهيبة هتتم في عمان. وأنا كان لي علاقة بمستشفى الأشرفية اللي هي في جبل الأشرفية في عمان. كنا بناخد الناس يعني بشكل منتظم، سجل اسمه، خد الأمانات بتاعته، ونشوف الجرح بتاعه إيه ونسجله. احنا كنا في القسم الجراحه بتاع مستشفى الاشرفيه، فيها 9 مباني. قسم الجراحه الاسم الوحيد اللي هو تنزله بسلمتين تحت الارض، لان عمان كلها عباره عن جبال، حتى الاشرفيه كانت جبل. وعشان كده اسم الجراحه الجزء الارضي بتاعه الوحيد اللي ما انقصفش في اثناء ايلول الاسود. محجوب فجأة جالنا تاني يوم أو تالت يوم على الأشرفية، مسك حاجة احنا بنسميها في الطب الترياج. الترياج اللي هو ايه؟ عينين كتير يقولنا. وبالمناسبة العينين كتير اللي كانوا بيقولنا دول كانوا بيجوا ازاي؟ ما كانوش عربيات بتجيبهم، عربيات الزبالة، قلابات تاخد الجرحى على الميتين على الصحيين الهربانين على الاطفال، كلهم تحط في عربيه زباله وتيجي ظهر العربيه على مدخل قسم الجراحه وتقلب السياره ينزل ده كله قدامنا. في مستشفى الاشرفيه احنا كانت المستشفى في 9 اقسام، من ضمنها القسم الجراحي اللي احنا كنا عايشين فيه. في قسم الأطفال، في قسم الباطني، في قسم للمعاقين، في قسم للأمراض العيون الصدرية، أقسام مختلفة. معظم هذه الأقسام ضربت لأنها كانت أعلى من سطح الأرض. إحنا كنا مكان القسم الجراحي أوطى مستوى سطح الأرض، لدرجة إن إحنا داخلين المستشفى ننزل 3 سلمات او 4 سلمات، دول اللي كان بينزل عليهم المرضى اللي جايين بالعربيات الزباله. فالجزء الفوقاني من المستشفى كلها كانت 160 سرير، 80 فوق و80 تحت. الجزء الفوقاني كله اتدمر بالكامل، غرف العمليات اتدمرت وانا فيها. يعني انا كنت بعمل عمليه واتدمرت المستشفى، وغرفه العمليات اتدمرت. وفاكر ان الكل هرب،
وانا كنت ماسك واحد بينزف، قلت هموت مش مشكلة، حد ما جابوا إضاءة فوانيس وكملنا العملية. وبعد كده ما كانش فيها حاجة اسمها عمليات، خلاص اللي بنقدر نعمله نعمله من غير بنج، من غير عمليات، حتى الأدوية خلصت. هنا القائد محجوب طلع بقرار للفدائيين، أي صيدلية تعرفوها في عمان اكسروا بابها وهاتوا كل الأدوية اللي فيها، وحط مجموعة الفرز، ده مضاد حيوي، ده مسكن، ده غسيل، كان أهم حاجة عندنا محلول الملح والجلوكوز. محلول الملح ده محدود جدا يعني ضعيف أوي. ليه؟ لأن احنا ما كانش فيه مية، كنا بنشرب مية وجلوكوز، مية محلول الملح وجلوكوز. أنا أكره طعم الجلوكوز محلول الملح لحد دلوقتي، لأن شربت 9 أيام مفيش أكل، أكل خلص. كنا نشتهي طعم أي حاجة تتاكل، أي حاجة تتاكل ليها طعم عيش مثلا. كان الأول الشباب يجيبوا لنا خبز من جامع قريب، في الآخر ما كانش فيه. أنا لا أنسى، ويمكن منى دايما تفكرني بالحكاية دي، إن أنا كنت في يوم ماشي دست على حاجة لقيتها تحت مني حتة خبز وسخة وعليها دم وعليها قرف وصديد، فرحت بيها جدا، رحت غسلتها بمحلول ملح ونضفتها وقسمناها أنا ومحجوب وشاب كان معانا تالت، كل واحد ياخد جزء. ده كان ليه قيمة، قيمة كبيرة جدا. مفيش أكل، مفيش مية، مية بنشرب محلول الملح. أنا خسيت 10 كيلو أو 15 كيلو. أول لما جه الجيش يهجم، بالمناسبة أنا أذكر إنه حط مدفعية على مدخل المستشفى في مواسير كده، ففي طلقة جت ماسورة طلعت مية، فأنا في وسط الهلع اللي أنا فيه لقيت نفسي بصرخ في مية في المستشفى، في مية في المستشفى، في مية هنا. كناش متصورين في مية، مية طلعت من طلقة المدفعية يعني، بس ما كانش في مية، كنا بنحلم بالمية. كل حاجة كانت بالنسبة لنا شيء يعني غير موجود. لو افكر، لو اقول لك بس على الغرفه اللي على الشمال، كنا سمينا غرفه الانتظار، يا ما كانت مستشفى، مع الوفيات كتير مش عارفين نودي القتلى فين. بدانا بواحد اتنين تلاته، وبعدين بدانا نحط فوقهم. في نهايه اليوم الاول او التاني عدينا القتلى 192 قتيل. بدأوا يتريح، يطلع لهم ريحة ويعفنوا. إذا أنا جيت لمحجوب قلت له محجوب الريحة والناس مش طايقة وحطينا الماسكات نعمل إيه؟ قال لي طيب على الفجر نرمي الميتين عند الحرش اللي هو على جنب سور المستشفى الأشرفية، كتير منهم مموهين لابسين لبس الفدائيين مموه، فكنا ناخدهم بالليل نرميهم. الدنيا تنور شوية، جيش يشوف يلاقي جسامين لابسة لبس مموه كان يفتكرهم كمين، فيبدأ يضربهم بالمدفعية. ساعتها الريحة بتروح بتحرق كله. دي بعض الأشياء اللي كانت بتحصل جوه المستشفى، شيء غريب، حاجة كانت غريبة جدا. شفت الممرضة الفلسطينية اللي خاطبها جندي أردني ويبتكي،
جه الواد بيزورها عشان يطمن عليها، خلعت الدبله واديتها له، قالت له انتهت. شفت حاجه تانية، لو انها اتعملت افلام كل حادثه منهم، كل ساعه من ال 11 يوم، من يوم 17 ل 28، كل ساعه منهم ممكن تعمل 10 افلام. معلش هحكي حاجه نجي تكسف شويه. بعض البنات مصريات واردنيات وفلسطينيات ومطوعين تيجي بالليل وتيجي تقول لك تعالى نام معايا، انا في حياتي ما نمت مع راجل، وانا عارفه ان انا هموت هنا، فخليني انا مع حد قبل ما اموت، اعرف معنى جنس. يعني معلش انا مكسوف ان انا احكي حاجه زي كده، لكن بيحصل، كان بيحصل حاجات انا لا اقدر اتخيلها في حياتي. ازاي؟ ايه الاخلاقيات؟ ايه الصح وايه الغلط؟ فجاه كده ضربت مستشفى الاطفال اللي فيها الاطفال المعاقين اللي مشلولين، والنار بدأت تشتعل في المستشفى وتمتد إلى الأطفال. إحنا بعيد. لقينا بعض الممرضات المصريات اللي كانوا بيشتغلوا هناك جم يجروا إن الأطفال بيموتوا وبيتحرقوا. حد ينقذهم. وقفنا كلنا، الضرب شغال بشكل عنيف جدا. مين هيضحي بنفسه عشان يروح يجيب الأطفال؟ محجوب. نعمل ايه؟ قال لي ولا واحد من دول هيتحرك إلا إذا تحرك طبيب أولا. قلت له الله يعطيك العافية، لو مت بذكرني بالخير. تحركت اول واحد، ومعايا واحد دكتور مصري تاني اسمه فؤاد نيازي، ما زال عايش على فكرة وقاعد هنا. فؤاد لما عرف ان انا هطلع قال لا، واحنا مش رجالة؟ وانا كمان. طلعنا جري 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 لحد مستشفى الاطفال. اما دخلنا لقينا مناظر لا يمكن اتخيلها في حياتي. طفل مشلول ومش عارف يتحرك، والنار بتاكل في هدومه وبتكمل عليه وبيصرخ. احنا مش كنا بنشيلهم، احنا كنا بنوطي هم يتشعلقوا في رقبتنا، ناخدهم ونخرج. انا خدت طفلين وفؤاد خد طفلين ورجعنا بيهم، وما اعرفش ازاي حصلناش حاجه. ساعه ما رجعنا الزحمة والضجة، الناس اللي واقفة دول كله الله أكبر الله أكبر، وكله جري على مستشفى الأطفال. أشياء كتير كانت بتحصل غريبة جدا. يعني أما أفكر فيها بالمنطق وبالعقل وبال ما تمشيش، لكن حصلت. أما ألاقي أنا بالليل والدنيا ضرب هدي شوي شوي، فجأة أسمع صوت أم كلثوم. فين؟ فين؟ أدور في كل مكان. في وسط المكان اللي هو في الدور فؤاد اللي اتكسر بأكمله، في واحد قال لك العمر واحد والرب واحد، أنا هقعد هنا. الدنيا هادية تحت زحمة. ومعاه راديو كاسيت صغير كده فتحه على ام كلثوم وبيسمع. لما فيما بعد يعني اعتقلت في احراج جرش دبين، ودوني في معتقل اسمه معتقل الصخره. كان الممرض
احنا كنا متوقعين ان هم هيقتلونا واحنا نايمين، لانه كان في نظام اسمه حاجه اسمها قلب الحطه، اما يكون في واحد من العساكر عنده طار يقلب الحطه ويقول لك يبقى كانه ذئب جريح ابتعد عنه. فكتير من العساكر قلبين الحطه. اللي قال لنا الحكايه دي الممرض بتاع العياده. فالراجل بيقول لنا ما تخافوش مني يا اولاد، انتوا زي اولادي الكبير. انا اولادي مع الفدائيين واثنين منهم مع الجيش. يعني انا مش ممكن اذيكم يعني. فقلت لفؤاد ما تنامش ولا ما نمش. واحد راح واحد ينام ساعه ساعتين ويصحي تاني. المهم انا نمت غصب عني، قال لي ده انت اول. صحيت الساعة 6 الصبحية على الراجل العجوز الختيار ده بيخبط عليا. جيب كناش راضيين ناكل حاجة حسنا خايفين يسمونا يعني. جيب لي كاسة شاي صغيرة كده في ايده، والايد التانية فيها راديو صغير من هو في شادية بتقول يا حبيبتي يا وصف لأول مرة يعني أسمع أغنية مصرية يا حبيبتي يا مصر وأنا في معتقل. طبعا أنا بكيت لقيت راجل بيبكي وقال لي اقبل مني الشاي تراب. قبل ما يموت عبد الناصر لا كان الأردنيين ولا كان الفدائيين بيردوا على حكاية ضرب النار. قتال مستمر، لم يقف إطلاق النار إلا بوفاة عبد الناصر. لما مات عبد الناصر توقف إطلاق النار ما بين الفدائيين وما بين السلطة. أنا مش عارف إيه اللي حاصل. قال لي عبد الناصر مات. قال لي ما تتكلمش ما تعيطش، أنا عايز أعيط أنا كمان، مش على عبد الناصر، على الموقف السيء اللي احنا فيه. بس خلي عياطك لما تيجي قدام الضابط، تعالى معايا. قلت له انت خرجت ازاي من المعسكر؟ قال كله فرط. رجعت مع المعسكر لقينا الضابط بيعيط. دخلنا له قلنا له احنا عايزين نروح السفاره المصريه عشان نعزي. قال ولو وانا كمان اعزي. كل الناس تعزي، عبد الناصر مات. انا سمعت فدائيين بيكسروا بنادق بتاعتهم ويقول لك شو بدنا في هالبلد؟ شو في بدنا في هالحرب؟ عبد الناصر مات. سمعت جنود بيبوسوا فدائيين نتيجه موت عبد الناصر، مش نتيجه ان في قرار من الملك ولا من عبد الناصر بوقف الحرب. ونزلت انا ومحجوب ومؤسامه ومجموعة من الأطباء المصريين في عربية الضابط الفجر عشان ننزل عمان، نزلونا عند السفارة، كان عندنا مبنى هناك. واحنا ماشيين، عمان عبارة عن جبال وفي سرة اسمها العبدالي. فلقيت بعض المحلات فاتحة في العبدالي، فقلت له تسمح لي أنزل أجيب باكيت سجاير؟ قال لي اتفضل. الضابط القائد المعسكر هو اللي بيسوق. اللي احنا كنا عايزين نهرب منه. هنا هرجع معلش حته صغيره فلاش باك، ان كل الاردنيين لما يحصل عندهم وفاه يرفعوا على بيتهم علم اسود. 23,000 ما بين وفاه واصابه ولا علم اسود رفع على الناس مش فاضيه. مات عبد الناصر يوم 28. يوم 29 الصبح نازلين راح اجيب سجاير، ببص لقيت حواليا 7 جبال لعمان وكان في تلج ابيض نزل،
وفجأة لقيت 23,000 علم اسود متعلق على جبال عمان. انا هذا المنظر لا انساه طوال حياتي. طبعا ما انا معايا كاميرا ولا بعرف ولا بصور ولا شيء، بس انا شعري وقف ان الناس دي كلها ما عملتش اعلام سودا، دلوقتي بتعمل اعلام سودا. كان شيء غريب، كان شيء غريب فعلا يعني. ورحنا على السفارة. مثل الورد بالكون.